وإلى موضوع آخر، حيث أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز أنها أنتجت أول كميات من الغاز من حقل ظهر في مصر، أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز كلاوديو ديسكالزي أن مصر ستتحول إلى مصدر للغاز الطبيعي بعدما كانت تستورده بفضل الإنتاج الضخم من حقل ظهر المكتشف حديثا قرب سواحل البحر المتوسط. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني أن الحقل سيحدث تحولا كاملا في قطاع الطاقة المصري، يسمح لها بأن تحقق الاكتفاء الذاتي وأن تتحول من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر في المستقبل. وكان وزير البترول قد قال في تصريحات لأونلايف إن الحقل بدأ إنتاجا أوليا حجمه 350 مليون قدم مكعب يوميا، مضيفا أن الإنتاج سيرتفع إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا بحلول منتصف عام 2018.